لو كان امامك الرئيس قيس سعيد، شنو يكون سؤالك ليه؟ سؤالي شو يقول له؟ يظن اللي كي تونس تكون مقسومه هكا نجم تنجح؟ يظن اسكو كي تونس انت تو تسير فيها تقريبا منذ عامين وحدك، شنو هي الانجازات اللي صارت؟ واسكو مش وقت باش تكون انت جامعة لتوانسة الكل؟ وهذا بالنسبه لي دور رئيس الجمهوريه هو هذا. فما كلام نتصور ما لازموش يتقال من راس الدوله، من المسؤول الاول على الدوله، خاطر ذاك ينجم يقلق للوحده الوطنيه. ما نجموش نقصيه وعبد من نجاح تونس. فيما يخص الرئيس ويمكن سؤال ما توقفناش عنده، أنت حكيت على تصور رئيس الجمهورية للشركات الأهلية، الخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، الاقتصادي الصعب. اليوم فما الصلح الجزائي، كتبت عليه حكيت عليه أنت منذ قليل. ترى اللي الصلح الجزائي ينجم يكون طريقة باش يكون فما مصالحة من بعد؟ شوف بربي يا لمريم، ساعة الصلح الجزائي فما مشكلة متاع أرقام. كي يجي عبد يقول فما عبد باش يتصالح مع الدولة ب 10 مليار دولار، اللي هي تجي 30 مليار دينار تونسي، وتهبط في صفحة رئاسة الجمهورية، راه احنا شكون علمنا به يعني؟ يعني شفنا اللقاء اللي صار مع اللجنة، هذه الكل الحقيقة بعد يتبين أنه الكل الصلح الجزائي ما ننساوش، راه كلها الحكاية ما فيها حتى جنب نص، حتى شيء فيها حتى للأسف شيء. يعني للأسف أنه يتم يعني تداول مثل هذه المعلومات. لا، أنت تعرف اللي أكبر فورتون في أفريقيا ب 8 مليار دولار، فماش حد في تونس عنده 10 مليار دولار، يعني الأرقام. ودوري اللي نحكيو كان بالدينار ولا انفورماسيون بالدولار، كل واحد يحكي كيما يحب، كان يعرف يعمل كونفيرسيون. هو ديجا كي ما عادش نغلطوا بين المليون والمليار والمليم والدينار، العمله التونسيه هي الدينار بالضبط ماهيش المليم. انا قلت اكثر من مره يزلنا نتفاهموا الكل، نحكيو كان بالدينار. اي هو الدينار، هي عملتنا الدينار، ما نقولش مليار. واحد يقول مليار دينار راهو 1000 مليون دينار. دونك على كل حال ماناش نعملوا دروس كيما بعض الناس يحبوا يعطيوا دروس. سي امبورتون. دونك انا قاعد نقول اللي راهو الصلح الجزائي اليوم جاي 12 سنه بعد الثورة، فما شركات تصادرت وتبيعت، فما شركات صادرت وما تبيعتش، فما ناس ماتت الله يرحمهم، فما ناس في السجون، فما ناس تصالحت، فما ناس هاربة. يعني ما نتصورش اللي الحقيقة الصلح الجزائي الرقم اللي حكيوا عليه 13.5 مليار دينار ما تكتب في حتى تقرير. برشا ناس يقولوا تكتبوا الله يرحمه العميد عبد الفتاح عمر، مش مكتوب، ما فما 13.5 مليار دينار. سي تغوفوار يعني. انا سؤالي كان لي، انت حكيت على ملف الصلح الجزائي تقنيا، قلت راهو لا سياسيا زاد سياسيا، قلت لك انا هل فم امكانيه بعد الصلح الجزائي اليوم تتطوي الصفحه ونمشيوا لمصالحه فلسفيا؟ الجواب نعم. يعني احنا هي راهو افريقيا الجنوبيه صارت مصالحه، هذوما ناس احنا لم ننجح في مسار هي الحقيقه. اي هذاك كلام اخر، احنا ما يعني بما انك جبت على افريقيا لان يعني مش يعني فيها مسار يعني مشابه، يعني بتشوف اللي ساعات فما رؤساء او زعماء سياسيين يبعثوا مساج كبير ياسر للشعوب. مانديلا كي خرج من الحبس حبوا يعني الحرس المباشر نتاعو حبوا يعوضوه باش يحطوا له جماعته، رفض قال لهم لا، خاطر هذوما اللي يعسوا عليا راني انا رئيس دوله، باش يعسوا عليا كاي رئيس دوله. يشارك مثلا الملحمه نتاعهم في فريق الرجبي كيهز يعني هذي كله علاش باش هذوما ناس ماتت، مئات الالاف ماتوا، وهذا كان نظام عنصري وكان اكثر واحد متضرر منه هو. يعني عدى ايش اظن 27 سنه في الحبس، يعني حياته عدى في الحبس وخرج، ويعني برخ نقول برسك بالبساطه هذيك يحكي علاش باش يجمع شعب، وصاروا له مشاكل من بعد مع هذيرا. ولهذا احنا نعاود ونقول عبد كي يوصل في المنصب هذاك يكون جامع،